احمد الاهل مراتي اعتدوا عليا، واهل مراتي يوم قبل الوقفه بيوم اتصلوا بيا، امي اتصلت بيا قالت لي تعالى خد بنتك هتلاقيها هدوم العيد عشان ده اول عيد يخش عليك وكده والكلام دوت، وبنتك معاك. قلت لها ماشي، وخدت بنتي ورحت اجيب لها هدوم العيد، وجاي وانا جاي ببص لقيت اهل مراتي كلهم بمراتي بحماتي بكله رافعين عليها سكاكين وواقفين عاوزين يعوروني، وراحوا جايين معوريني وقطعوا لي ايديا ووشي وظهري ومعوريني زي ما انت شايفه. وانا النية بتاعتي ما كانتش كده معاهم اصلا، مشاكل عائلية مثلا زوجية لوحدها، وبيقولوا لي لو ما جيتش هنقسم امك نصين فانا رايح ابص عشان دي والدتي برضه، فما ينفعش حد يبص لها عشان هي مالهاش سبب في اي حاجة. هي كل السبب اللي هي عملته اللي هي قالت لي البت دي بنت ناس وغلبانة قبل الجواز، دلوقتي بقت أم وحشة هتقسموها نصين، هو ده كل السبب. بس أنا زوجتي دي كنت بحبها من قبل الجواز، وقعدنا بقى 8 سنين مع بعض، وهي كانت بتحبني وبعت الدنيا كلها عشاني، يعني هي بقى بعت الدنيا كلها عشاني، ومشيت من بيتها بدل المرة 50 مرة عشاني، وكفر بصين كله عارف بحاجة زي كده. ولما اتجوزنا أول ما كتبنا الكتاب لقينا الدنيا اختلفت، الدنيا كلها اختلفت. أمها بقت بتحرضها عليا وبقت بتيجي عليا، والبنت بتسمع كلام أمها أكتر ما بتسمع كلامي، وأنا مش كنت عاوز منها حاجة أكتر من اللي أنا عاوز حقي زي ما أي راجل في الدنيا متجوز وعاوز حقه. بس أنا يوم الواقعة دي يوم الخناقة، أنا واخد بنتي بعد ما جبت لها هدوم واخدها رايح أديها لوالدتي عشان خاطر والدتي ترجعها لأمها تاني، ببص لقيت مراتي وأمها وأبوها وناس قرايبها وخولات خالتها واقفين. أول ما شافوني لقيت مراتي بتقول لهم ما هوت وقطعوا دي وافصلوا رقبته عن جسمه خالص. فبص لقيت أخويا راح جاي مطلع السكينة، وولاد خالتها راحوا جايين داخلين عليا، راحوا جايين ماسكيني، واحد راح جاي مسكني وراح جاي قاطع لي كف إيدي وبوشي والظهر، وراحوا جايين معتدين عليا زي ما أنت شايفة كده حضرتك. واحد بيقول لها حرام عليك ده اخوك قطع كف ايده، وقالت له احسن ده انا عاوزه كنت عاوزه رقبته مش كنت عاوزه كف ايده. وامها راحت جايه رد عليهم قالت لهم احسن ده يستاهل كل وحش ده راحت الناس ردين عليها قالوا لها عليها الحرام من الدنيا انت اللي وحشه، انت اللي وحشه مش هو اللي وحش، لان هو راعى ربنا فيكم. انا متجوزه بقالي بتاع 7 سنة ونص، وفي السنة ونص دولت ما قعدتش معاها بتاع سكة 3 شهور 4 شهور على بعض، لأن كل أسبوع عندي وشهر ونص عند أمها، أسبوع عندي وشهر ونص عند أمها، ووالدتها بتحرضها على الكلام ده، وأنا عندي بنت عندها 7 شهور وساكن وعامل كارد عشان أخليهم مش عاوزين أي حاجة، وأجيب حتة توك توك أكل بعيش، أنا راجل صناعي سيراميك. ومؤاخذة في الكلمة عشان ما مشيش غلط ولا عشان ابص للغلط، لا انا عامل كارد وماشي بالحلال عشان اجيب اكلهم حلال، بس عشان اكلهم حلال والله ربنا فيهم. بس طلباتي ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حق حد، وهو اللي شاهد بينا، هو اللي شاهد لو انا مثلا جاي عليها ولا هي اللي جاي عليا. وانا واثق 100% ان حكومتي هتجيب لي حقي تالت ومتلت وانا قاعد مكاني، فانا سايب الحلم كله على ربنا ثم على الحكومه. انا سلام صالح، صاحب احمد، بالنسبه لنا اخ هنا يعني، صاحب احمد فتحي. حضرتك قعدت معاهم هو ونسايبه اعداد كتير، لقيت اللي غلطان في الموضوع دوت هي حماته وبنتها، ده على طول عايزين بنتهم معاهم، ما بتروحش تشوف بيتها وتشوف جوزها ولا تشوف بيتها معمول ازاي، مفتوح ازاي، جوزها فاتحه ازاي اصلا، راجل جايب توك توك وكان شغال صنايعي والحال واقف، جاب كارد عشان يجيب توك توك وشغال عليه، محدش يعني حاسس بيه ولا حد باصص ليه اصلا ولا حد شال عنه حاجه، هو اللي ماضي على كل حاجه، وحتى ساكن مش عنده بيت اصلا، ملك بيدفع ايجار بيعمل كل ده.
فحضرتك ده حسب الله نعم الوكيل وان شاء الله الحكومه تجيب له حقه وحقه ما يروحش هدر كده.